بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل شويه حاجات بسيطه قوي ولذيذه وخفيفه كمان. يعني كان انطلب مننا على الصفحه وعلى صفحتي وكمان الطلب على الهواء كفته الجمبري، هنعملها بكل تفاصيلها وهنعملها كمان مع شويه صوص احمر كده، وهنعمل رز يتقدم معاه. اما الاكله اللذيذه الخفيفه اللي انا عارف ان كل مكوناتها موجوده دلوقتي في البيت هنقوم ننفذها، هي بيتزا ولكن بالجلاش. بيتزا بالجلاش، تعالوا نشوف مقاديرها ونعملها الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه زي ما بقول لكم كل يوم، يا ريت تتابعونا على صفحتنا صفحه الحياه تي في وتبعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه، واحنا بنتابع وكمان بنلبي كل رغباتكم. وبعتوا لنا كمان، كلمونا قصدي، على تليفوننا 3855-0017 3855-0017 عشان نتواصل معاكم ونقدر نسمع صوتكم وكمان ننفذ لكم كل اللي انتم عايزينه. يلا بينا نعمل بيتزا بالجلاش لذيذه وجميله قوي. اول حاجه عندي لفه جلاش، وكمان عندنا كوبايه الا ربع من السمنه، وكمان عندنا كمان كوبايتين من الجبنه الموتزاريلا، كوبايتين من الجبنه الرومي المبشوره، جبنه الشيدر المبشوره، جبنه الجوده، اي نوع جبنه عندي مبشوره، وعلبه تونه، وكوبايه من الزيتون الاسود المخلي، وكوبايه من الفلفل الالوان، يعني نص سمره ونص سمره ونص سمره، وكمان عندنا كوبايه من الطماطم الكونكاسي وشرحت لكم بنعملها ازاي، وعندي كمان معلقه من الزعتر واثنين بيضه. لغايه كده ده مقادير البيتزا بتاعتنا. هنيجي نعمل ايه؟ هنشيل دي كده على جنب، وبعدين نجيب الصينيه اللي هنعمل فيها البيتزا اهي. وزي ما عودتكم الجلاش ما تشيلوهوش من اللفه بتاعته غير عند الاستعمال، علشان الجلاش ده عباره عن ورق خفيف جدا، اول ما بيتعرض للهواء بيتكسر معانا. تمام كده بالراحه خالص، وهنفرد وهناخد كده الصينيه نحطها على جنب وندهنها الاول دهنه صغيره من السمنه كده اهو. تشيل دي مش محتاجينها اهو، دهنه من السمنه كده لذيذه. بعد ما دهناها كده هنركنها على جنب اهو، وناخد الجلاش تاني نفتحه، ما بنشيلش زي ما قلنا الكيس من عليه غير ساعه ما نستعمله. لو انا شلت الكيس من بدري هتلاقوه ينشف ويكسر معايا. حلو قوي كده، وبعدين نرفع نفتحها ونجيب اول واحده من الجلاش. احنا حطينا سمنه هنا اهو، هنحط كام ورقه تحت؟ اربع ورقات من الجلاش، ونضغط عليها. انا عشان دهن سمنه تمام التمام اهي، ناخد بقى كده رشة من السمنة صغيرة عشان تبقى مقرمشة معايا، وبعدين ناخد كمان ورقة زي ما قلت لكم أربع ورقات فوق بعض الأول. وعايزكم تجربوا الأكلة دي أو الوصفة دي، حلوة جدا وهتعجبكم قوي، لأنها محشية من جوه ومن بره أهو. شوية سمنة، نجيب ورقة تانية اهو، وناخدها كده بقى في الحته الفاضيه دي، فاضل ورقه كمان. كل الخليط ده او كل البيتزايه بتاخد معايا 8 ورقات من الجلاش، 8 ورقات من الجلاش، والموضوع ابسط مما تتخيله، يعني مش محتاج اي تعقيدات. ودايما انا بحب اشرح لكم كل التفاصيل بالتفاصيل الصغيره كمان اهو. خلاص اربع ورقات من الجلاش، ننزل باخر شويه هنا بقى. هنعمل ايه؟ هنجيب بوله كده وهناخد البيض، اتنين بيض، رشه ملح ورشه فلفل، ونقلب البيض الاول مع بعضه كده. خلاص نحط عليه شويه من الزعتر، دي الحشوة الداخلية، وشوية من الجبنة، وشوية من الجبنة التانية الموتزاريلا. تمام كده،
وشوية من الزيتون ونقلب الخليط ده مع بعضه. زي ما قلنا دي الحشوة الداخلية، قلنا 2 بيض وعليها الجبنة وعليها جبنة تانية وعليها كمان الزيتون. ناخدهم كده بينا ونروح على الجلاش ونفرد. نفردها كويس قوي كده، جميلة قوي، عشان تملى معايا دي الحشوة اللي تحت، الحشوة اللي في النص، لأن في حشوة أكتر بتبقى على الوش. هنعملها دلوقتي مع بعض، ولكن أما هوريكم بس السر في الموضوع بتاعنا ده أهو. خلصت دي، هرفع دي خالص بعيد، وهناخد إيه تاني هنا، واحدة من الجلاش ونضغط عليها، ما تخافوش بقى اهو. بنسكنها ورشة سمنة، اختراع رائع، حاجة جميلة هتديكوا طعم حلو جدا، وخصوصا ان فيها طبقتين. الطبقة الاولانية، طب يا شيف يسري، هي الطبقة دي هتستوي مع الجلاش، هتشوفوا دلوقتي. ادي التانية وادي التالتة. طب الحروف دي هنعمل فيها ايه؟ كل حاجة هتشوفوها على الطبيعة، كل حاجة هتشوفوها طبيعية دلوقتي. خلاص فاضل واحدة، ولازم تستنوا معانا بقى اهو لغاية ما نحط دي في الفرن شوية ونوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى، أنا حطيت الأربع ورقات بتوعي، هضم دول وأضم دول كده وأضغط كويس قوي. بعد ما بضغط كده هناخد معانا استاذه ناديه. اهلا بحضرتك، يا صباح الفل. ازيك يا شيف يسري؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، كل عام وانت بخير. وانت طيبه وبخير وسعاده. ربنا يقعدها عليك بخير يا رب، وما يتحرمش اهل بيتك منك ولا تحرم منهم يا حاج. يا ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حاجه فاطمه، ربنا يخليكي، تأمريني. ربنا يبارك فيك. تسلمي يا حاجه ناديه، تأمري. بعد اذنك هعمل اهداء. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. انا بقول لابني محمد طلعت كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه. وكل سنه هو طيب، واحنا بنبعت له كمان محمد طلعت، يا رب يكون سامعنا. كل سنه هو طيب. في حاجه ثانيه يا مدام ناديه؟ وكل اللي عاملين في القناه يا رب كل سنه هم طيبين وعقبال عليهم. كلهم بيسلموا على حضرتك وبيقولوا لك كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. تمام. هنيجي هنا نعمل ايه بقى؟ ناخد صينيه كده وندخل دي 3 4 دقائق في الفرن. ليه بقى 3 4 دقائق في الفرن؟ دول هينشفوا لي الجلاش، بحيث ان انا لما اجي احط عليه بقيه الحاجات التانيه دي ما يبقاش اللي في النص ده ني تاني. اهو بنحط ده في الفرن علشان خاطر ياخد معانا تسويه شويه. تمام. نعلي الفرن شوية درجة الحرارة على 200 ونسيبها شوية. هلم بس بقية الجلاش ولملم الحاجات دي ونرجع تاني تكون هي خدت اللون اللي عايزينه. طب يا شيف يسري، انت لازم تحطها في الفرن عشان خاطر القطعة اللي احنا حطيناها في الفرن اللي في النص دي ما تبقاش نية معانا، يبقى الجلاش كله معايا بيقرمش. فاهميني؟ ده اللي بتكلم عليه. يا أستاذة هالة. الو الو، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا شيف يوسف؟ اهلا بيكي بخير والله، طول ما انتوا بخير. انا بعزي حضرتك جدا. تسلمي، وانا كمان بعزكوا جدا، ربنا يخليكوا ليا. ربنا يخليك. لو سمحت يا شيف يوسف، انا عايزه طريقه للبسبوسه تكون كويسه كده. حاضر، هنزل لك احلى طريقه للبسبوسه دلوقتي، احنا عملناها مرتين تقريبا. ده هقول لك حاضر عليها من عينيا دلوقتي حالا، على بال بس ما الجلاش بتاعنا ياخد اللون هجاوبك على البسبوسه. انا عندي هنا بقيه الجبنه، جبنه الموتزاريلا، الفلفل، طماطم الكونكاسيه، وشويه الزعتر والزيتون، وكمان كل الحاجات دي. تمام. وبعد شويه زي ما قلنا هطلع الصينيه بتاعتي بتاعت الجلاش. بعد ما بطلع معايا الصينيه بتاعت الجلاش، بعد ما تستوي معايا، مش عايزه تستوي خالص، ده انا سواها كده شويه. انتوا عارفين ورق الجلاش هش جدا، يا دوب بينشف معانا شويه. انا عايز بس نجاوب على البسبوسه واحط الحاجات دي وادخلها الفرن ان شاء الله. هنجاوب على البسبوسه بسرعه. نص كيلو من دقيق السمولينا، نص كيلو من دقيق السمولينا، بحط عليه كوبايه ونص من السكر ورشه صغيره من البيكنج باودر، اقلبه مع بعضه. بعد كده بيكون عندي 3
تربع كوباية سمنة أو نص كوباية سمنة، وكمان كوباية لبن دافي، أقلبهم مع بعض وأخلط الخليط مع جنش، أخلط الخليط مع بعضه كده مع جنش. عند الصينية بتاعتي بدهنها بالسمنة أو بالطحينة وأصب فيها الخليط ده وأدخلها الفرن. أول ما بتخش معايا الفرن بنعمل فيها إيه بقى؟ بسيبها وهي بتستوي، بحط كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، أول ما تغلي أوطى عليها كده خليها شعرة لغاية ما تطلع معايا البسبوسة باللون اللي أنا عايزه. هي طالعة سخنة بحط عليها الشربات سخن، تطلع معانا أحلى بسبوسة. هروح بقى يا أم ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، طول ما بسمع صوتكم. بصحتك عامل ايه؟ بخير والله. طيب. وانت طيبة وبخير يا رب. والله احنا مستمتعين بأكلاتك وحاجاتك الجميلة جدا. والله أنا اللي بستمتع بتليفوناتكم أكتر. والله أكلك جميل وحاجتك جميلة. عندي الحاجة أم أحمد. ربنا يخليها لكم يا رب. جيتي تقول لك مخصوص والله عشان سلمي عليها كتير جدا واشكرها لي. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك يا شيخ يوسف، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه، ما قلتيش اي سؤال؟ لا والله انا كل انت بتعمله جميل بيعجبني والله. يا رب يخليك، تسلمي لي وانا بشكرك على اتصالك، وسلمي لي على ماما كتير جدا ودايما نشوفكم بخير. هروح بقى اجيب الجلاش اهو. تمام كده. لو بصينا هنا هنلاقيه دلوقتي هش اهو، قرمش معانا اهو، شايفين؟ هضغط حته بس عشان تشوفوها قبل ما اعمل اي حاجه اهو، اهي بتتكسر معانا، قرمشت شويه، ده اللي انا عايزه. هنجيب معلقه وناخد الطماطم الكونكاسيه نفردها، الطماطم دي طبعا مستويه اهو، تمام كده، حلو قوي. بعد ما فردنا مع بعض الخليط ده، احلى بيتزا ممكن تاكلوها، هتبقى يعني روعه الروعه. هنحط كده الخليط اهو، وبعدين هنيجي نحط جزء من الجبنه الموتزاريلا اساسي اهو. الله ينور ياسر اهو، اهو حاجه كده روعه. تمام. وبعدين شوية كمان من الجبنة التانية، وبعدين نجيب الفلفل. تمام كده، شوية شوية أصفر وشوية أحمر. عايزين ترصوه بقى رصة كده يعني زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكلة، لكن هو شكله الجمالي أما يبقى كده بالشكل ده. وبعدين زيتون. عايز أقول لكم بقى احلى حاجه ان انتوا تاكلوها كده، واخيرا التونه ونفتتها كده. شيف يسري، هو البيض استوى اللي جوه؟ حتى لو ما استواش ما احنا هندخل الفرن تاني، هندخل الفرن تاني لغايه ما يستوي معانا. حلو كده، تمام. وبعدين احط كميه الجبنه الباقيه عندي، نغرق جبنه كده. حلو قوي قوي قوي. لازم يا جماعه تجربوا البيتزا دي، الاختراع ده. نكمل نكمل نكمل. بعد ما حطينا كده كمية الجبنة عندي اهو، هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم دلوقتي. هاخد زعتر صغيرين على الوش، وهناخد رشة صغيرة من زيت الزيتون لو محتاجين، بس هي اكيد مش محتاجة عشان خاطر فيها سمنة. وناخد ده كله ندخله فين؟ الفرن معانا لغاية ما يستوي معانا. بس هننزل على أرضية الفرن بقى، هننزل على أرضية الفرن عشان خاطر يستوي معانا من تحت، وبعد كده نطلعها فوق. تمام كده اهو. يا أستاذ حسين. يا صباح الفل عليك يا شيف يسري. أهلا بيك يا حسين، ازيك، أخبارك إيه؟ الحمد لله، زي حضرتك، وكل سنة حضرتك طيب، وإن شاء الله كده ربنا يكرمك كده من نجاح لنجاح. الله يا شيف يا رب يخليك، تسلم لي يا رب، تسلم لي، بشكرك. دايما بنتعنى بالأكلات الجميلة يا شيف، يعني مش عارف أقول لك إيه صراحة. نستمتع النهاردة، النهاردة هنعمل كفتة الجمبري بقى إن شاء الله. كده ربنا يبارك فيك ويديك الصحة والعافية. الله يا شيف، تسلم إيدك والله. مالكش أي سؤال طيب؟ مش محتاج أي حاجة؟ عايزين نعمل فطير المشلتت ده يا شيف. ان شاء الله حاضر، نعمله لكم حاضر، من عينيا من عينيا. تسلم ايديك ويسلم وفيدك والله يا شيف. تسلم لي تسلم لي، ربنا يخليك. انا اللي بشكرك على اتصالك ودايما كده منورنا باتصالك. حطينا
البيتزا، مش هعمل اي حاجه خالص. هستاذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض، هنعمل كفته جمبري ونوريكم البيتزا تكون استوت شكلها عامل ازاي، ولكن بعد فاصل سريع استنونا الجديد الممتع التعليمي مع الشيف يسري في مطبخ الحياه بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض بيتزا بالجلاش روعة الروعة. عايز اقول لكم بقى النهارده هنعمل كمان كفتة الجمبري. البيتزا بتستوي، سايبينها تستوي. طبعا انا غيرت المكان بعد ما كانت على ارضية الفرن، طلعتها فوق شوية علشان خاطر تاخد وقتها وما تتحرقش من تحت. يلا بينا نكمل مع بعض الكفتة، كفتة جمبري روعة الروعة. اكثر من كده يعني مفيش. عندي كيلو من الجمبري الصغير، وعندنا معلقه كمون، حزمه شبت وحزمه كزبره وحزمه من البقدونس اللي هما بيتباعوا في الاسواق، بصلايه، فصين توم، كوبايه من دقيق الرز، وعندي كمان كوبايه من الدقيق للتحمير، يعني هغمرهم كده في الكفته فيها، وزيت للقليه وبالهنا والشفا. الصوص بتاعنا اللي هنعمله علشان لو قدمناها مع شويه صوص هو عباره عن فصين توم، معلقه زعتر، معلقتين زبده، ولتر من عصير الطماطم، ومعلقتين صلصه طماطم. انا بقى هعمل معاها كمان شويه رز، شويه رز دول مش مكتوبين في المقادير بس حلوين قوي هنقول عليهم. عندي كيلو من الرز، وعندي لتر من عصير الطماطم، وعندي معلقتين صلصه طماطم، وفصين توم، وبصلايه. هنعمل ايه الاول؟ هناخد الكفته نطحنها، وبعدين ناخدها نعملها كور صغيره شويه، وعلى بال ما يعني ما نخلص كده نروح نعمل رز مع بعض ونعمل الصوص طماطم. حطينا الخضره بتاعتنا كلها الاول، وعليها البصلايه، وعليها الكمون، وعليها الثوم، وبعدين شويه ملح وشويه فلفل. تمام كده. بعد ما حطينا الحاجات دي نعمل ايه؟ الفلفل كده هيخلينا ايه بقى؟ تمام. هنخلط الخليط ده مع بعضه كده يتطحن الاول، بعد كده هضيف عليه الجمبري، واضيف عليه كمان ثانية واحدة. بس لها يعني تركيبه معينه كده لازم تركب عشان تشتغلها، لو ما اشتغلتش كده ما يفرقش، ما يبقاش في الامان بتاعها. تمام كده. بعدين بعد ما خلطنا كده هفتح وانزل كميه الجمبري كلها اهو، ونطحن الاول. طب فين دي الرز يا شيف يسري؟ لسه ما حطيناش دي الرز خالص، لسه ما حطيناش دي الرز خالص. تمام خلاص كده. مش عايزها ناعمه خالص، انا عايزه يكون الجمبري شويه خشن. هنحط كوبايه دقيق الرز، وده بيتباع في الاسواق زي الدقيق العادي. واستنى بقى لما الخليط ده كله يبقى مع بعضه، نستنى لما الخليط ده يبقى كله خليط واحد. ازاي بقى؟ نرفع ونجيب الحروف. مين معانا؟ مين معانا؟ يا حاج جمال. السلام عليكم يا شيف يوسف. ازاي حضرتك؟ يا احلى شيف في مصر، شيف يا يوسف. اجمل حاجة جمال في الدنيا، ربنا يخليك لي. يا صباح الفل وصباح الورد وصباح كل حاجة حلوة بتعملها ما بين ايديك يا رب. يا رب يبارك لك ويديك الصحة يا رب. ما بين ايديك. تفضل كده منورنا على طول. جمبري احلى كفتة جمبري بالصلاة على النبي تعملها انت. ده الف انا وشفا ابعتها لك. ربنا يكرمك يا شيف يوسف. يا رب يخليك لي. تسلم لي. تسلم. ممكن ابعت هدايا. اتفضل يا فندم. ابعت هدايا اولا لحضرتك الاستاذه نانسي، وابعت هدايا لبنتي لطيفه الاخت استاذه طيبه عيد ميلادها النهارده. كل سنه والاستاذه لطيفه بخير وعيد ميلاد سعيد عليها وعلى نانسي وعلى كل الناس الموجودين بيسلموا على حضرتك. بشكرك يا حاج جمال، وانا سعيد اني بسمع حضرتك اخر مره.
حلو. يبقى انا خلطت اول حاجه الخضره مع البصل والثوم، وبعد كده حطيت عليها الجمبري، وبعد كده دي الرز كمان كده. حلو قوي كده، خلاص انا مش محتاج اكتر من كده. هناخدهم ونجيب بوله كبيره شويه وناخدهم نخلطهم مع بعض علشان يعملوا معايا الخليط اللي هتشوفوه دلوقتي. بعد كده اهو شايفين، نلم كله. شيف يسري ده هي هتتماسك كده، انتوا هتشوفوا دلوقتي الخليط عامل ازاي من غير ما نحط عليه اي حاجه. اهو شايفين الخليط عامل ازاي، دي الكفته بتاعتنا، روعه الروعه. يعني كفته ما بتمسكش، يعني لا بتلزق ولا بتعمل اي حاجه خالص. هناخدها الاول شويه كور كده اهو، ونحط في الدقيق تمام اهو، وبعدين هخلي احمد مثلا يكمل على بال ما نعمل مع بعض الرز ونعمل مع بعض تمام، عشان بس ايه الرز ياخد وقته، واوريكم احلى طريقه للرز. الرز ده يتاكل مع كفته الجمبري بس، لا يتاكل مع كل انواع الاسماك. هو رز احمر بطريقه بسيطه قوي، كان انطلب مننا فقلنا نعمله لكم النهارده. نخلي كل حجم الكفته كده زي بعض اهو، نقلب اهو. كمل يا احمد من فضلك، وخد بقى دول كمان. وبعدين تعالوا بقى نعمل الرز ونعمل الصوص بتاع اللي هنقدمه مع الكفته. اول حاجه هناخد البصل والثوم ونروح كده اهو، هنحط شويه زيت او زبده او سمنه زي انتوا ما بتحبوا. البصلايه نشوحها تشويحه، وانتوا عارفين مبدئي ان انا ما بحمرش البصل، لكن شيف يسري ممكن لو حبينا نعمل رز صياديه نحمر البصل. اه طبعا طبعا، يعني ما فيش مشكله لما نحمر البصل تحميره مره عشان نعمل رز الصياديه، وهعمله لكم ان شاء الله برضو قريب قوي. البصل اهو نسيبه يدبل شويه، وفي نفس الوقت تعالوا نعمل مع بعض الخليط بتاعنا. هنحط بس حته زبده هنا وهنا حته زبده مع شويه زيت اهو، وبعدين نحط عليه الثوم بتاع الصوص بتاعنا. طب انتوا لاحظتوا ان انا شلت من على النار ليه؟ لان لقيت الطاسه دي سخنه قوي، لقيت الطاسه سخنه فمش عايزه تبقى سخنه قوي عشان ما تحرقش معايا الثوم. الثوم اهو يا استاذه زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا شيف ياسر. يا اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. يا حضرتك. انا بخير والله طول ما بسمع صوتكم. دايما بخير يا رب، ويديك الصحة والعافية يا محترم، يا كل حاجة حلوة فيك. يا رب يخليك ليا، تسلمي لي تسلمي لي يا رب. الله يرضى عنك وعليك يا رب. يا رب يا رب يا رب. الله يبارك لك، الله يبارك لك. تأمريني يا حاجة زينب. ما يأمرش عليك ظالم يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي. بقول لحضرتك تهنئة بالله عليك لمصطفى محمد صبح بعيد ميلاد. وكل سنة وهو طيب مصطفى محمد صبح، يا رب كده يكون سمعنا. وبشكر حضرتك طبعا، وشكرا لحضرتك يا حاجه زينب على كلامك الجميل وعلى دعائك الاجمل. البصل دبل معانا، اغطي دي بس عايزها تتمر شويه تتكمر شويه. وبعدين بعد ما البصل دبل معانا هنحط عليه الرز عشان ياخد النكهات بتاعه البصل الموجوده معانا، والثوم بقى على الني على الرز تمام. نقلب كده كويس كويس قوي، يسخن معايا شويه، يسخن معايا شويه. وبعدين بعد ما يسخن معايا الرز هنديله بقى الملح اهو كميه، ونقلب. وبعدين ناخد معانا عصير الطماطم بتاعنا وصلصه الطماطم، ونضيف ميه عليه بمنتهى السهوله. سامعين الطشه دي؟ نقلب كويس قوي، وبعدين نحط عليه صلصة الطماطم يا أستاذة عزة
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك طيب وكل الناس طيبة بإذن الله. وحضرتك طيبة وبخير وبسلام. وتقعد علينا الأيام بخير. يا رب. معلش يا شيف. أنا فتحت لما حضرتك كنت بتفرش البتاع في الجلاش، كنت عايز أعرف حطيت إيه كم ورقة جلاش تحت، وإيه البتاع اللي حضرتك حطيتها يعني، والباقي أنا شفته. اللي هي يا فندم؟ ممكن لا قولي لي تاني بس، يعني انا عرفت ان حضرتك عايزه تعرفي مقادير الجلاش، بس عايزه تعرفي ايه تاني؟ لا عايزه اعرف حضرتك حطيت كام ورقه تحت، والعجينه اللي حضرتك قلت عليها اربعه تحت وبعدين حشيتها واربعه فوق. ايوه الحشو ايه بقى؟ لا اللي هو اللي حضرتك الزيتون، وكان ايه بقى اللي في الوسط اللي قبل ما تحطها في الفرن؟ طيب هقول لحضرتك. حاضر من عينيا. حاضر. حاجه تانيه هقول لحضرتك، انا حطيت طبقه من الجلاش اربع ورقات، وبعدين حطيت عليها ادي الرز بس عشان اغطيه الاول، وبعد كده هجاوبك الاجابه الكامله. تمام، شايفين كده؟ هو ده لون الرز بتاعنا. هغطيه، انا كنت حاطط الغطا هنا عشان يغلي الاول، وبعد كده نجيبه هنا وتمام التمام كده. الصلصه بتاعتي بتاعت اللي هحطها مع الكفته ناقصه بس معلقتين الصلصه، وبعدين نجاوب على السؤال بتاع كفته او قصدي البيتزا بتاعت الجلاش، ونسيبها تغلي براحتها، وانا معاكم واحده واحده بقى نجاوب على الاسئله ونشوف هنعمل ايه على بال ما الكفته اللي انا حطيتها في القلايه تستوي. انا حطيت اربع طبقات من الجلاش، بقيت ادهن شويه زبده او سمنه بين كل طبقه. في الاخر في النص يعني حطيت بيضتين وشويه جبنه وشويه زيتون وشويه ملح وفلفل وفرشتهم، وبعدين اربع طبقات تانيين وقفلت الجلاش، وبعدين حطيت كوبايه من طماطم الكونكاسيه، هقول لك عليها هي ايه طماطم الكونكاسيه، وبعدين حطيت شويه جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر مثلا، وشويه فلفل وشويه تونه وشويه زيتون وشويه زعتر، وقمت مغطيها تاني بالجبنه، حطيت عليها شويه من الجبنه الموتزاريلا وشويه من الجبنه الشيدر مثلا، ودخلتها الفرن على ارضيه الفرن الاول، بعد كده لما استوت من تحت طلعتها بره وهوريها لكم دلوقتي. اما الطماطم الكونكاسيه بجيب 3 4 5 طماطميات بحطهم في ميه بتغلي الاول، ميه بتغلي بس بفتح الحته الخضراء واعمل خطين كده عليها من ورا، اسيبها 3 دقائق واطلعها بسرعه على ميه بارده، وبعد كده اقشرها واقسمها نصين، واقوم عاصر البذر وماسك اللحم بتاع الطماطم ده مقطعه مكعبات او فرومه ناعم قوي، واحطه على شويه ثوم مفروم على الني مع شويه زيت زيتون وشويه زعتر على النار، تطلع معايا الطماطم الكونكاسي. اظن ان انا جاوبت على كل التفاصيل على البيتزا بتاعتنا وعلى الحاجات بتاعتنا. يا استاذ محمد. استاذ محمود. يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بك، اتفضل انا سامعك. حضرتك انا عايز اسال على طريقه عمل السريه بصراحه، لان انا كل ما بعمل السمك بيطلع مش كويس، انا بساعد المدام فيه يعني. لا عايز تعمل اي طريقه يعني؟ مقلي؟ لا اللي هو بيتحط عليه بصل وطماطم مش عارف ايه، وياخد الخلطه بتاعته ويخش الفرن. اغطيه برده ولا ايه؟ غطيته برده في مره. لا رده، لا رده ده للمشوي بس. امال ايه؟ امال الصياديه؟ هقول لك حاضر. الصياديه عامه بتاخد جزل السمك، ولكن لو انت عايز تعملها بالسمك البلطي تنفع برضه، لكن هي بتاخد جزل السمك التخين. هتحط لها دقيق عليه شويه ملح شويه فلفل رشه كمون رشه من البابريكا رشه من الكركم، ما عندكش الكلام ده كله حط في الدقيق بس، وحمر حمره عادي كانك هتاكله. بعد ما تحمره هتعمل صلصه زي دي بالظبط، صلصه زي دي بالظبط، وبعدين حط رقات من البصل ورقات من الفلفل تحت وقرن فلفل حامي، وبعدين تحط الصلصه شويه صلصه، وبعدين تحط بقيه كميه الصلصه بتاعتنا دي قصدي السمك، وبعدين تحط عليه الصلصه وبرده شويه من البصل على الوش وتدخله الفرن، تاكل احلى طاجن سمك في العالم يعني، لكن رده يبقى مشوي. تمام، هقلب الرز بقى تقليبه، وبعد كده هوطي عليه النار، اول ما الاقيه شرب شايف الرز معانا
تمام كده اهو، هيجي كده الرز معايا بعد ما يشرب معايا الصوص بتاعه ده، هوطي عليه النار خالص عشان يتشرب معانا ونطلعه. الصلصه بتاعتي اهي طلعت، انا طبعا مجهز شويه قبل الهوا كفته، فانا هقسم الصلصه دي على جزئين، جزء ناخده دلوقتي نحط فيه الكفته، ممكن اقدم الكفته نيه زي ما هي، قصدي مقليه زي ما هي كده من غير ما احط عليها صلصه، يعني زي ما تحبوا، ولكن خلاص نحط شويه كده وشويه كده. انا جات يعني في دماغي، شوفوا الكفته عامله ازاي، يعني مشهيه جدا وطعمها روعه الروعه، الواحد كده ايه جاع يعني. وانا مش متعود اكل على الهوا، لو كنت متعود كنت كلت نص الكميه، لان انا من عشاق كفته الجمبري. نسيبها تغلي معاها، بعد ما استوت سوا كامل تتشرب معاها تمام، وبعدين لما تتشرب معاها خالص والصوص بتاعنا يركز، هناخدها نغرفها مع الرز بقى، وممكن نغرف زي ما قلت شويه من الكفته اللي من غير صلصه، يعني المقليه بس مع لوحدهم كده برضو مع شويه رز زي ما تحبوا، الموضوع بسيط قوي اهو. تمام كده ولا احنا طبعا ما عندناش اسئله نجاوب عليها دلوقتي، في الوقت ده كنا جاوبنا. تمام، خلصنا كل حاجتنا زي ما انتم شايفين، هسيبها تغلي غلوه على بال ما الفاصل يخلص. هستاذنكم ناخد فاصل، هوطي النار الاول على الخليط بتاعنا ده اللي هو خليط الرز، واسيبه يتشرب معانا، وان شاء الله بعد الفاصل نوريكم كل اللي احنا عملناه. ما حدش يروح في اي مكان، الجديد الممتع التعليمي مع شيف يسري، برنامج مطبخ الحياه بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض بيتزا بالجلاش روعة الروعة، وعملنا كمان كفتة الجمبري مع الصوص، وكمان خلينا شوية من غير صوص علشان خاطر اللي يحب ياكل حاجة كده مقرمشة، بس أنا تعمدت إن إيه يبقى في واحدة ملونة، لأن في ناس كتير قوي بتحب تخلي الجبنة بالشكل ده، وخليت واحدة كمان تكون خفيفة كده عشان لو عايزينها تنط، يعني واحدة بالشكل ده وواحدة بالشكل ده. انتوا طلباتكم الاوامر زي ما بقول لكم، علشان كده بتمنى دايما يكون عند حسن الظن. مش عارف اقول لكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، وزي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. اشوفكم ان شاء الله على خير، سلام عليكم.